اسمي أمينة المرزاق، أصلي من نواحي الرباط، لكن دراستي كلها كانت في الرباط. شنو كندير في الإمارات؟ أنا كنشتغل في جامعة دبي برتبة تقريبا عميد شؤون طلبة. أنا دراستي من الابتدائي وفيها تحديات كثيرة. ليه؟ علاش؟ لأن كبنت بادية كان لازم ندرس الابتدائي في الفيليج أو المكان اللي أنا فيه اللي هو نخيلة في زعير، من بعد لازم ننتقل للرماني نقرأ الإعدادي، ندرس الإعدادي، ومن بعد ننتقل للخميسات لأنني عملت الأدب الإنجليزي والأدب الإنجليزي ما كان متوفر في الرماني، ومن الخميسات خدت البكالوريا، رحت سنة أولى في تعليم جامعي في قنيطرة أدب إنجليزي، انتقلت بعدها للرباط سنة أولى أدب إنجليزي، ومن هناك أروح لفرنسا. شوف نقول لك، أنا كشابة مغربية في التسعينات كأي شاب مغربي كلنا كان عندنا حلم أوروبي، هذاك الحلم اللي كان مجتاح حياتنا السفر إلى أوروبا. بالنسبة لي ما كانش الهدف من أجل المال، لأنني جاية من عائلتي يعني الحمد لله ما كانش في حاجة لي أنا أسافر واشتغل وساعدهم، كان بهدف الدراسة. سافرت لفرنسا، عملت انترناشنال بيزنس، بس اضطريت رجع للمغرب لظروف عائلية، ومن بعد التحقت بجامعة في أمريكا عملت مانجمنت. هذا مسار دراستي الجامعية. عملت كمان ماجستير في سويسرا في البيزنس، كمان كل مجال تعليمي في إدارة الأعمال. شوف نقول لك، إذا كان أي مغربي بيسافر وعنده باك جراوند ثقافي، عنده ماتشوريتي، نضوج فكري، عنده فكرة على الثقافات اللي هو رايح لها، فبيكون الاندماج شوية سهل، بيتقبلوه الناس اللي بيشتغل معاهم أو بيدرس معاهم، ما بيكونش مادة خامة ترمت في مجتمع جديد وما عارفاش وين تروح. فأنا لا، كان هدفي محدد، رايحة للدراسة، وقبل ما أروح عملت بحث شنو الجامعة اللي ألتحق فيها وشو نوع الدراسة اللي أعمل، فكنت مجهزة حالي. طبعا كانوا عندي ناس هناك أصحاب سهلوا لي شوية الشهور الأولى وين فين نمشي وفين نمشي، وبعدين الأمور مشت، ما كان عندي مشكلة. كيف ما قلت في البداية، كأي شاب مغربي أو شابة مغربية كان عندنا هذا الحلم الأوروبي، فكان أنا طموحي وحلمي أروح لأوروبا. الإمارات كانت آخر دولة، ما عمري ما عرفت أنا في دبي لهذه الدرجة، لكن وجودي فيها أول شيء محض الصدفة، وأظن كمان بدافع القدر، لأن الجامعة اللي التحقت فيها في أمريكا في سياتل واشنطن كانوا فتحوا فرع في الإمارات في بداية في أواخر التسعينات، فكانوا عاوزين عرب اللي يشتغلوا هون، فطرحوا لي الفكرة وجيت اشتغلت في الجامعة سنة سنتين. كانت في هذيك في البداية في أواخر التسعينات وبداية الألفينات الجامعات قليلة في الإمارات، وكانت هذيك أول جامعة تقريبا من أول ثلاث جامعات أجنبية تفتح فرع في الإمارات، فكان في تضارب في المعايير التعليم، ما فسكروا بعدها بسنتين وراحوا، بس أنا فضلت في الإمارات، يعني عجبتني الإمارات، خدت وظيفة في جامعة دبي وكملت، عجبني مجال التعليم، يعني لقيت روحي في مجال التعليم. في أواخر التسعينات في الوقت اللي أنا جيت فيه وممكن قبله الله أعلم، كان صعب جدا بالنسبة لوحدة مغربية عازبة تدخل مجال التعليم وتترأس إدارات، ما كانش سهل، كان لازم أثبت وجودي. كيف؟ أول شيء أنا ما جيت وحدة متعلمة، جيت وحدة ناضجة فكريا، جيت وحدة جالت شوية العالم، وكان وحدة عندها خبرة في جامعة أمريكية،
فكان هذا ساعدني من الناحية المهنية، كيف الناس يتقبلوني، هذه حاجة كان أنا لازم أشتغل عليها، لازم أبين لهم أنني قادرة، إنسانة عندها إمكانية تساعد طلبة بالدرجة الأولى وبالمجتمع اللي أنا انضميت لي بالدرجة الثانية. وطبعا هذا أول شيء من بيعترف فيك، يعترف فيك المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، وبعدين هذا بيطلع سبوت على برا على المجتمع، لأن شغلي كان دائما مع الطالب، مع الخريج، مع المؤسسات اللي هي برا. لي علاش؟ لأن من بين الأقسام اللي أنا كان نخدم فيها توظيف وتدريب الطلبة، يعني خريجينا جامعة دبي وأي جامعة معترفة عالميا عندهم من بين المعايير أن الطالب الجامعة توظفه وتتم تسيره في مجال عمله لآخر لمدى العمر. فإحنا خريجينا بنتابعوهم ومتابعتهم بتكون مع المؤسسات، فالمؤسسات تعرفوا عليها. يمكن أنا من ما غيرت شغلي لمدة 16 سنة، وهذه حاجة مش متلاقياش في كتير ناس في الإمارات. تغيير الوظيفة تعتبر من leading universities أو الجامعات الرائدة في الإمارات. أول شيء هي تعتبر من أقدم الجامعات، تأسست في 1997، هي تابعة لغرفة وتجارة صناعة دبي. الهدف من تأسيسها في البداية في التسعينات أنها تمكن اليد العاملة الإماراتية اللي في سوق العمل اللي كان ما تسنى لهم الحظ يكملوا دراستهم. هذا هدف الأول، كان تركيزهم على البيزنس، على خدمة القطاع الخاص، حتى أن تخصصاتهم كلها أو الكوليجز، في كوليج اوف بيزنس، كوليج اوف اي تي، وكوليج اوف بيزنس لو اللي هو قانون إدارة الأعمال، كله بيخدم البيزنس، حتى الاي تي بتاعنا تخدم البيزنس. كوليج اوف اي تي، الجامعة هذه معترفة محليا ومعترفة عالميا من اكريديتيشن اسمها الاي سي اس بي فور ذا كوليج اوف بيزنس، والابيت فور كوليج اوف اي تي، والال ال ام فور كوليج اوف لو. هل الاعترافات اللي عند جامعة دبي يعتبروا اقوى اعترافات في العالم؟ يعني مثلا كوليج بيزنس الاكريديتيشن اللي هي الاي سي اس بي، بس 500 جامعة في العالم معترفة من هذا، عند هذا الاعتراف، زي هارفارد، ستانفورد، ستيرن، البيج يونيفرسيتيز. إيبت نفس الشيء، جامعة دبي كمان الحال كذلك، انها كانت اول جامعة حرة بتجيب الاعترافات هذول في الامارات، فمن بعدها جامعات تانية حصلوا عليه، فاحنا السباقين. جامعة تتبع نظام الدولة أو نظام إمارة دبي، أن لازم تكون الأولى في كل شيء، وهذا إدارتها من رئيس الجامعة هون إلى البورد اوف تراستي اللي هم تابعين الغرفة، بيشتغلوا على هذا الهدف أو هذا التارجت، أنها تكون من أو إحدى 100 جامعة في العالم في 35، من في 2035. دوري في جامعة دبي، والله أنا من يوم جيت تقدر تقول بتديت من الأول، لأن الجامعة كذلك كانت بتكبر بدايتها، فتقلت مناصب كثيرة، كانوا يعني بتديت بشؤون الطلبة، شؤون الطلبة، أي الفعاليات بتاع الطالب والبرامج اللي هي من رياضة، من فعاليات اجتماعية، من تطوعية، من قيادية، النيرسري الصحية. ومن بعد في خط قسم تاني اللي هو التدريب وتوظيف الطلبة، يعني تدريب وتوظيف الطلبة ما معناه أن الطالب قبل ما يتخرج لازم يعمل تدريب ميداني لمدة 6 شهور، الجامعة هي اللي بتوفر له هذا التدريب الميداني. وهذا سبقت وقلت لك أنه بتعامل مع المؤسسات برا، مؤسسات حرة ومؤسسات حكومية، فالجامعة هي اللي بتكونتاكت هذه المؤسسات
ونعمل ماركتين للطلبة بتاعنا and we secure for them places, internship places. كما كذلك طالب في الجامعة جامعة دبي ما بنسلحوش بس بالشهادة التعليمية فقط، لازم نسلحوه بمهارات وتجارب مهنية اللي تساعده في سوق العمل محليا وعالميا. يعني الطالب في جامعة دبي لما يروح الأمريكا في تيس هو exempted منهم، ما بيعملهم ليش؟ لأنهم معترفين عالميا. هذه حاجة تاني، ممكن يلاقي شغل ويثبت وجوده فيه محليا وعالميا، وهذا دور قسم التدريب والتوظيف المهني. في قسم ثالث، أنني مسؤولة على الخريجين. خريجين جامعة كأي جامعة معترفة عالميا غير بلداننا، الخريج بياخد شهادة وبينفصل عن الجامعة، هذا مش موجود في الجامعة. جامعة دبي ورا الخريج لآخر سنة في يوم في عمره بيساعدوه، لو هو مثل لقى تحديات أنه حصل على وظيفة بنساعدوه يلقي وظيفة، لو هو ضاعت منه الوظيفة ورجع للجامعة، الجامعة تقدر تساعده يلقي وظيفة. دايما بتعمل له ورش عمل تساعده أنه يطور من نفسه، من شخصيته، من مهاراته المهنية. بتعمل له conferences، بتعمل له تدريبات فري. الطالب كمان عنده فرصة أنه يرجع، لو هو مثلا أنا طالب محاسب وجاتني وظيفة في الـ HR موارد البشرية، فأنا عاوز أجدد معلوماتي في مجال الموارد البشرية، الجامعة بتفتح له فرصة يجي يدرس كورس كامل أو اثنين for free فقط لأنه خريج من جامعة دبي. وبتعطيهم خدمات كثيرة كخريجين. الخريجين هادو كذلك عندهم رابطة خريجين، أنا بتعامل معهم بشتغل معهم جنب لجنب. رابطة الخريجين تاعنا رئيسها الفخري هو الشيخ محمد جمعة المكتوم، بشتغل معاه. عنا 2500 خريج، عنا برامج كلها تهدف إلى مساعدة الطالب في الجامعة ومساعدة الجامعة. كما قلت أن احنا بنخدم الخريج، فإحنا بننتظر من الخريج يرجع يعطينا to give back للجامعة من خلال حاجات كثيرة. مادياً الخريجين بيعطونا مساعدات مالية أو منح نساعدوا بها الطلبة المحتاجين. الخريج الناجح في مجال تخصصه بيرجع يعمل محاضرات في القسم للطلبة يساعدهم. الخريج الناجح في حياته العملية بيرجع ويعمل مرشد للطالب على مدة سنة تطوعياً، بيساعدوا يرسم الطريق المهني بتاعه ويخطط للمهنة المستقبلية بتاعه، يساعده كيف يعمل توازن بين الدراسة وبين الحياة الخاصة. هادو كلهم مساعدات بيعطيها الخريج للطالب من خلال الرابطة. كذلك الخريجين بيعتبروا سفراء الجامعة، فهم يعني احنا لازم نشوفوهم كبار في المجتمع، وكل ما كبروا هما كبرت الجامعة معاهم والعكس صحيح. طبعا راضية كتير راضية، يمكن مجال عملي مخليني راضية على 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 اختياري للسفر للخارج وبالاخص للسفر لدبي مجال عملي. فانا بطبعي انسانة كنحب نساعد، هدفي في الدنيا أعمل تغيير ولو بسيط أذكر به. فمن خلال عملي بساعد مئات الطلبة سنويا من خلال هالثلاث أقسام. يعني الطالب وهو عندي في الجامعة أنا خلق له ميزان بين دراسته وبين حياته الخاصة. الطالب هو بيبحث عمل، احنا بنلاقي له عمل. الطالب هو عنده مشاكل مالية، أنا بجيب له فلوس من برا، بعمل تشاريتي غالا دينر مثلا، حفل خيري سنوي بدعو فيه رجال أعمال، بدعو فيه الخريجين الناجحين اللي هم الحين بيتبوقوا مناصب مرموقة في البلد، بيجوا في خلال رمضان
وبيتبرعوا لصالح الطلب المحتاج. وهذا كان برنامج أنا اللي خلقته بالجامعة، برنامج الإرشاد الخريج للطالب، برنامج كذلك كانت بادرة مني، برنامج كتير برامج يعني عملتها ساعدت الطالب، ساعدت الجامعة، ساعدت المجتمع، وهذا مخليني راضية على نفسي. يعني أنا مش عايشة عبثا، لا بالعكس. والتجربة بتاعي هذه اللي خديتها هنا واللي كونتها واللي تعلمت من دكاترة من حولي، تعرف وجودك في جامعة أنت بتتعلم يوميا من رئيسك اللي هو يعتبر من أنجح رئيسنا، اللي يعتبر من أنجح القادة في الإمارات، من الدكاترة المخضرمين اللي هم جايين من كل بلدان العالم. جامعة دبي تستقطب من أحسن دكاترة في العالم من ناحية الريسيرش، البحوث الأكاديمية، من ناحية التدريس، من ناحية كل شيء. فأنا بشتغل معاهم جنب لجنب، بتعلم منهم جنب بجنب، وبكون هذه الخبرة. وهدفي أنني أغير، أعمل تغيير بسيط في حياة الطلبة، وممكن يوما ما لما أرجع البلدي أخذ معي هذه الخبرة وانقلها ولو تطوعيا. ممكن أرجع بعد سن مش عارفة ألاقي شغل ولا مش، بس لازم هالخبرة أنقلها ولو تطوع، يعني ما عنديش مشكلة. زي ما كيف ما قلت، هدفي في الحياة المساعدة، مساعدة الناس، مساعدة الناس، مساعدة الناس. أشوف السفر تحديات وصعوبات، والإنسان طموح وأحلام، لكن في ناس يسافروا عشوائيا، ما بيحددوش أهدافهم من السفر، بيسافر عشان والجيرانهم سافر، أو لأنه سمع والجيرانهم سافر، أو يسافر لأنه شوف والجيرانهم جايب سيارة مزيانة جديدة وهذا وبغيته هو يروح يجيب. ما محددينش هدفهم من السفر. أنا كنقول إحنا كمغاربة عندنا فرص ننجح في بلدنا. يعني أنا كنشوف نفسي مادام أنا أمينة عرفت نحقق أهدافي برا البلد بالصعوبات والتحديات وهذا، كنت نحققها يمكن دبل في بلدي، في محيطي، في مجتمعي، بين أهلي، بمساعدة أهلي، بمساعدة حكومتي. أظن هذا اللي بشوفه. فأي واحد يبغي يهاجر لازم يجلس مع نفسه، يعمل بحث، يحقق، يحدد أهداف، وين بغي يروح، شنو بغي يعمل بحياته. ولما يطلع من بلاده، أنا دايماً ما ينساش أنه مغربي. أنا في الإمارات عمري ما نسيت أني مغربية، يستحيل، بالعكس أنا بعتبر نفسي سفيرة المغرب في الإمارات. أنت تعرف في إشاعات وأقاويل والمرأة المغربية، هذه حاجة معروفة وأنا ضدها، لأن في مغاربة ما شاء الله ناجحين ومثقفين، والغلط أنا بالنسبة لي الغلط يقع على الآخر اللي يجهل ثقافة المغاربة ويجهل تاريخ المغرب ويجهل تقاليد المغرب ويجهل حياة المغرب. ففي ناس كونوا فكرة على المغرب من خلال شردمات ناس جاءوا للبلد هذه وعملوا صورة مو حلوة، لكن المغرب لا، بالعكس. أحيانا بيجوا عندي يقول لي أنت مش مغربية، علاش؟ لأنك لا، ما بيقولوهاش بس عارفها مش عاوزين يقولوا. بنقول لهم لا بالعكس، تعتبرني أنا أفشل مغربية، لأن في لو رحتي للمغرب تلقى أنجح مني نساء وزيرات ونساء في البرلمان ونساء في مقاومات ونساء أنتربرنور عندهم شركاتهم خاصة ونساء ونساء ونساء. أنا جيت ممكن تعتبرني فاشلة، أنا مش، أنا مني الآلاف ومني الملايين ومن أحسن مني كذلك. فدايما أنا لا أنسى أني مغربية، وبذكر الناس أن المغاربة ناجحين. إحنا المغاربة مش شوية، إحنا مش أقل من أي شعب. أنا جلت وعرفت إحنا ناس عندنا لغات، إحنا ناس متعلمين، إحنا ناس قربنا من أوروبا، استفدنا شوية من أوروبا أكثر من باقيين، لكن دورنا نوري الآخر بأن المغربي كفو، بأن المغربي ناجح، بأن المغربي جدي، بأن المغربي يخدم بلده والبلد اللي هو بيسكن فيها. يكفي أن المغرب
أول جامعة تبنت فيه، وعلى يد من؟ على يد امرأة. معناها المغرب بلد الثقافة من آلاف السنين، والمرأة المغربية متمكنة وقادرة ورائدة من آلاف السنين. فش لا شك أن أولاد المغرب يكونوا بهذاك الحجم بتاع أجدادهم.